أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ما يقول عند دخول الخلاء والنهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي رواية: إذا أتى الخلاء، وفي أخرى: إذا أراد أن يدخل. يعني إنسان كاتك إذا تشيت السلاء وتشي بلي باشا: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لشياطين لجني نيرو مي پنا بخوا بگر لوا، چونکه انسان خوی رود دکاتوا که خوش درود کردوا تو شیطان کان نبینی، جن کان نبینی، بلا ما آن تو دبینن که بد بین لوانه نیتیان خراب ببرم برد، لوانه تلبست پیو بکن، لوانه توشی مسی جن بی بوی او دعای بک کاته کدشیتا خلا او.